صنصان وصنصان رملي، ومعايا اختي طبعا فرح. ازيكم؟ يلا نبدأ. هنبدأ طبعا بتجارب كتيرة. أولها دلوقتي احنا نجرب تجربة المضرب البارد مع الصرصور الرملي. يلا مريم طبعا نجيب ده. جاهزين؟ يلا. يا جماعة احنا خلصنا أول مرحلة من الصرصور الرملي. يلا نلمه. لمه. استنى، هتديها كم من كم يا مريم؟ كم من كم؟ 0 من 0. دلوقتي احنا هنبدا في مرحله. انا ما كلمتش عشان يبقى لي من المسطره. دلوقتي هنبدا ان احنا نحمر. ماشي. انا جمعت البطاطس بتاعتي هنا، وانا جمعت البطاطس بتاعتي. لا مريم، البطاطس بتاعتها مسلوقه عشان تخينه، وانا البطاطس دي محمره عشان ريحه تحفه يا جماعه. دلوقتي انا ماسكه كده وبتاع. دلوقتي ماري انا قطعت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي، وهنا البطاطس بتتحمر. ومريم قطعت البقدونس، قطعت البقدونس وطبخت البطاطس سلقتها قصدي. ودي يلا دلوقتي يا جماعه احنا خلاص خلصنا طبخ الاكل. خلصنا الاكل. انا طبخت، كل واحد يعرف بقى اكلته. انا طبعا طبخت بطاطس مسلوقه على الحله، وبقدونس وانا حمرت بطاطس اللي هي الزرقاء ديت، وحطيت عليها جبنه متزيت. ما تنسوش تنشرها لكل اصحابكم عشان يستمتعوا بالفيديو زي ما انتم استمتعتوا بيه. ولايك واشتركوا في القناة وافعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لنا في الكومنتات طبق مين احلى. ومع السلامة.